السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام في قناتكم صدر المجتمع، آخر الأخبار معنا سياسة اقتصاد وفن، لا تذهبوا بعيدا. إن أعجبك الفيديو مساء الخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صدى المجتمع. نستضيف هذا الأسبوع الكاتب الإقليمي الاتحاد العام للشغالي بفاس. أسئلة ومحاور مع ضيف الحلقة السيد إدريس أبرهام، سنحاوره سنناقشه، كونوا في المواعيد. كيف يبدو الدرع النقابي لحزب الاستقلال بمدينة فاس؟ لماذا تراجع حضور الاتحاد على الساحة النقابية والسياسية؟ ماذا حقق الاتحاد العام للشغيلة من مطالب خلال العقد الأخير؟ قريبا مع المناضل والنقاب البارز إدريس أبلهاد، كونوا في المواعيد. Yeah.